وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقلنا كلمة الحق تعني أن كتاب الله الخاتم لكتبه المنزلة وهو القرآن نزل بالحق السابق في كل قضايا الكون ومطلوب حركة الإنسان، ونزل بالحق بحيث لم يصبه تحريف ولا تغيير. إذن فالحق في مدلوله والحق في ثبوت نصه. ونزل الكتاب بعد كتب أنزلها الله تتناسب مع الأزمنة التي نزلت فيها، لأن الحق سبحانه خلق الخلق لمهمة، هذه المهمة هي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يعمروا ذلك الكون بما أمده الله لهم من عقل يفكر وطاقات تنفذ ومادة في الكون تنفعه. فإن أرادوا أصل الحياة مجردا عن أي طرف أو إسهاب فلهم في مقومات الأرض ما يعطيهم، فإن أرادوا أن يرتقوا بأنفسهم فعليهم أن يعملوا العقل الذي وهبهم الله ليخدم الطاقات التي خلقها الله في المادة التي خلقها الله، وحينئذ يأخذون أسرار الله من الوجود. وأسرار الله في الوجود كثيرة تفعل لنا وإن لم نعرف ذلك السر، فالجاذبية التي تمسك الأفلاك تفعل لنا وإن لم نكن قد كشفنا الجاذبية إلا حديثا، والكهرباء الساري في الكون سالبا وروجا يعمل لنا وإن كنا لم نعرفه. فحين يريد الحق سبحانه ميلاد سر في الكون يبرز إلى الوجود، فاعلموا أن أسرار الكون المثقل للإنسان له ميلاد كميلاد الإنسان نفسه. هذا الميلاد إما أن يصادف عمل العقل في مقدمات تنتهي إليه، وحينئذ يأتي الميلاد مع مقدمات استعملها البشر فوصل إلى النتيجة، كحل التمرين الهندسي الذي يعطيك الأستاذ فيه معطيات، هذه المعطيات تستخدمها أنت كمقدمات لتستنبط ما يريد المدرس أن تستنبطه من مطلوب إثبات. فإن صادف أن العقل بحث في الشيء معمليا وتجريبيا وصل إلى الميلاد مع البحث، وحينئذ يصادف ميلاد السر بحث الباحث. فإن جاء ميلاد السر في الكون ولم يشغل الإنسان نفسه ببحث مقدمات توصل إليه، والله أراد ذلك الميلاد للسر، فماذا يكون الموقف؟ أيمنع الله ميلاد السر لأننا لم نبحث؟ لا، إنه يخرجه كما نسمع دائما صدفة باحث لبحث آخر فنقول إن دي طلع صدفة. وإذا نظرت إلى الابتكارات والاختراعات وأمهات المسائل التي اكتشفت لوجدتها من الصنف الثاني، يكون المفكر في بحث ثم يعطيه الله سرا من أسرار الكون لم يكن يبحث عنه فيقال إنه جاء صدفة. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل لكل سر ميلاد قال سبحانه وتعالى أن خلقه الذي أعطاه حياة من حياته وأعطاه قدرة من قدرته وأعطاه علما من علمه وحكمة من حكمته
يريد منه ان يتفاعل مع الكون ليبرز الاشياء. فاذا كان الحق يريد منا ان ننفعل هذا الانفعال لا بد ان يوفر طاقاتنا وفكرنا مما يمكن ان يبدد الفكر والطاقة. فما الذي يبدد افكار الناس وطاقاتهم؟ انه تصارع الاهواء، هوى يصادم هوى، فكرة تصادم فكرة، واهواء الناس مختلفة. اذا فالذي يبدد طاقات الكون انما هو اختلاف الاهواء. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يضمن لنا اتفاق الاهواء حتى نصدر في كل حركاتنا عن هوى واحد هو الخالق الاعلى الذي لا تفيده هذه الاهواء. اما ما لا تختلف فيه الاهواء فتركنا فيه نبحث، لاننا سنتفق فيه قهرا عنا. ولذلك نقول دائما ان الافكار المادية المعملية التجريبية لا يوجد فيها اختلاف بين البشر. فما وجدنا زي ما قلنا كهرباء روسي وكهرباء امريكان ولا كيميا انجليزي ولا كيميا فرنساوي. ليه؟ لان دي وليدة المعمل، والمعمل لا يجامل، والمادة الصماء لا تحاكي، فالنتيجة المعملية تطلع واحدة. فما دام تطلع واحدة هيتفق ولا ما يتفقوش؟ وقلنا والذي يدل على ذلك انهم حين يتفقون في معطيات المادة التجريبية مش يتفقوا بس، لا، يحاول كل معسكر ان يسرق من المعسكر الاخر ما انتهى اليه ليدخله على ذاته وعلى حضارته. بينما في الاهواء البشرية كل واحد يحاول ان يبعد هوى الاخر عن مقره. اذا فدي نساء ودي للنعمة. ليه؟ لان الاهواء ما بتلتقيش ابدا، ولكن الامر المعملية التجريبية ينتهي. الحق سبحانه وتعالى وضع الحركة للحياة لتنفعل بفعل كذا ولا تفعل كذا مما تختلف فيه الاهواء، ليضمن اننا متحدين، وليضمن ان الطاقات ما تتعاندش بل تتساند. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اذا فمنهج الله في كونه انما جاء لينظم حركة الانسان فيما تختلف فيه الاهواء. اما الحركة فيما لا تختلف فيه الاهواء فتركها حرة ايه؟ طريقة، لانهم سيتفقون قهرا عنهم، لان المادة صماء لا تجامل والمعمل لا يحاسب. ولذلك قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله خاتما اعطى افعل ولا تفعل. والامر المادي المعملي جعل التجربة في ذاته صلى الله عليه وسلم. فرآهم يؤذرون النخلة يعني يلقحوه. فقال لماذا تلقحون؟ قال ليصلح. فقال لو لم تفعلوا لصلح. فلم يؤذروا ولم يلقحوا. فخاب النخل. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنها قضية كونية. مادية تجريبية معملية ليقول انتم اعلم بشؤون دنياكم. هي التجريبية. انما مش اعلم بشؤون دنياكم في الحركات الاهوائية. وبذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيصل فيما تتدخل فيه السماء وفيما تتركه السماء للبشر. ولكن اعمار الناس تختلف كعمر الانسان نفسه. الكون له طفولة وله فتوة شباب وله اختمار رجولة ونطق، فيعطي من الاحكام ما يناسب ذلك المجتمع. الانسان الاول لازم يبقى مادي يديله الحاجات المادية، وبعدين لما يجي عصر الفتوة كده يديله الحاجات الانطلاقية، ولما يجي عصر الرهبان والرشد يقوم يديله الزمان بيه. فكانت رسالة الاسلام على ميعاد مع رشد الزمان. فامن الله سبحانه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ان يقفوا
ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر. وكانوا قديما قبل ذلك من الرسل الرسول يبلغ والسماء هي التي تؤدب، ولكن حينما اكتمل رسل الإنسانية الرسول يبلغ ويوكله الله في أن يؤدب من يخرج عن منهج الله في حركة الحياة، لأنه أصبح مأمونا على ذلك. ولذلك قلنا أنك إذا نظرت إلى الكون قديما وجدته كونا أزلية، كل جماعة في مكان لا تعلم شيئا عن الجماعة الأخرى، فلها نظامها ولها حركتها ولها عيشها، كل جماعة لهم نظام، وكل جماعة لها باءات وآفات لأنهم منعزلين. ولكن الإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعا، علم الله أجلا أن الإسلام سيجيء على ميعاد مع إلغاء فوارق الزمن والمسافات، وأن الداء يصبح في الشرق فلا يبيت إلا في الغرب، وكذلك يحدث في الغرب فلا يبيت إلا في الشرق. الداءات اتحدت، يبقى لازم المداوي يبقى واحد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا للزمان وجامعا للمكان، ومانعا أن يجيء رسول آخر بعده، أن العالم وصل إلى الاتقاء انتهينا منه. فإذا ما جاء الإنسان ليعلم منهج الله تفعل ولا تفعل، وجدت أن المنهج محروس بالمنهج، بمعنى الكتب فيها الكتب السابقة فيها افعل ولا تفعل، والقرآن برضو فيه افعل ولا تفعل، بس المنهج اللي فيه افعل ولا تفعل اللي قبل القرآن كان مطلوب المنهج ايضا من المنهج ان يحافظوا عليه، وما دام مطلوب محافظة عليه من المنهج، والمنهج عرضة ان يطاع وعرضة ان يعصى، فعصي حفظهم للكتب فحصل فيها التحريف، التحريف بمراحله الشتى التي سبق ان قلناها، نسيانا نسوا حظا ادي واحد، واللي ما نسوش عملوا فيه ايه قلنا كتموا بعضه، واللي ما كتموش حرفوه ولووا ألسنتهم به واقتصروا على كده، ولا جابوا من عندهم وقالوا هو من عند الله. ليه؟ أم قال لك لأن كتب المنهج السابقة عن الإسلام إنما كانت موكول حفظها لأصحاب المنهج نفسه، حفظوا عليه. ولذلك قلنا هناك في قوله بما استحفظوا من كتاب الله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين الذين آمنوا، بما استحفظوا من استحفظوا يعني إيه؟ يعني طلب المنهج منهم ان يحافظوا على الكتب، وما دام المنهج طلب منهم ان يحافظوا يطيعوه ولا يعصوه، ما دام منهج يطاع او يعصى فعصي، فلما عصي لم يامن الله البشر بعد ذلك على ان يستحفظهم على القران، وقال لا جربتم فلم تحافظوا عليه. ولذلك انا لانه منهج خاتم ولا فيش تعديل له، ما فيش كتاب هيجي ثاني يعدل له، انا اللي اتولى حفظه. ولذلك هناك استحفاظ يعني طلب حفظ من المكلفين، يطيعوا ولا ما يطيعوش؟ ما اطاعوش. فقال الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، لم تعودوا مامونين على حفظ منهج، وما دام انا اللي احفظه يبقى هو مهيمن على كل الكتب، لانه ضمن ان مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه تحريف، يبقى مهيمن زي ما قلنا، قيم شاهد رقيب. فيجي يقول لك طيب ما دام جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ما دام جاي مصدق له يبقى هيهيمن على ايه بقى؟ ما هو جاي مصدق له، من صدقا لما بين يديه من الكتاب. ما هو مدخول الكتاب؟ الكتاب الذي نزل من عند الله، فإن بقي نازلا من عند الله كما هو يبقى القرآن مصدق، وإن لعبت فيه أهواء البشر يبقى مهيمن ومصدق، يبقى مهيمن ومصدق.
احكم بينهم بما انزل الله. احنا قلنا احكم كل المادة بالحكمة، والحكم كله جاي من الحكمة اللي هي الحديدة التي توضع في فم الحصان اللي بنطلع منها اللجام لما يجي كده بايه نحكمه، يشرب كده نحكمه زي ما قلنا احكمه يعني. اي هو الحكم معناها ايه؟ لا تدع المحكوم يسرد هنا او ايه، بل هو محكوم بحكمه ساعد بيان بأي حاجة شديد. طيب احكم بينهم بما انزل الله. طب وان لم يكونوا مؤمنين؟ قال لك طب انجم لك عشان تحكم له، انجم لك علشان تحكم له. فإن ولذلك آتنا فإن جاءوك فاحكم بينهم بما انزل الله. طب وهم يجوه ليه مع انهم مش مؤمنين بيه؟ خدوها كده بالعقل كده. طب يجوا لرسول الله مع انهم مش مؤمنين بيه علشان يحكم بينهم، ايه الحكايه ازاي دي؟ قام قال لك لانهم الفوا ان يبيعوا احكام الله بشهوات الدنيا، الفوها وياخدوا لهم سلطه ايه؟ زمنيه. وما دام ياخدوا لهم سلطه زمنيه يقوم نفسهم تيسير الحكم، يجي واحد لو كان كده وعنده حكم يقوم عايزين ايه؟ حكم عشان يبقى فيه رجل، يقولوا لا يبقى فيه مثلا مش عارف كلب، يبقى فيه مش عارف فلوس، يخففوه. طب ويخففوها؟ قال لك طب ما يروحوا للنبي، ان حكم بالتخفيف اهلا وسهلا، وان ما حكمش ما يرضوش بالحكم. الله اذا ذهبوا اليه لقصد ايه؟ لقصد التيسير. ولما يقولوا كده يقولوا انت تعلموا اننا اللي هم قادة اليهود، احنا لنا مكان في قلنا ولنا نفوذ ولنا سيطرة، واحنا نريد ان تحكم لنا، لانك لو حكمت لنا احنا هنؤمن به، وبعد ذلك هم الباقي ايه؟ يتبعون. قال لهم لا، قال له احكم بينهم بما ايه؟ بما انزل الله. بما انزل الله فين؟ في الكتاب. وان كان عندهم ايه في حموات التوراه، ولذلك بقى يجيب يقول لهم طيب الكلام ده في التوراه عندكم ولا مش في التوراه؟ يقوم يقولوا لا مش، طب ورونا التوراه. يقوم يجي يحط ايده على الايه؟ على الحكم. يبقى بما انزل الله ان كان في التوراه فلم مما لم يبدل، وان كان مما بدل يبقى في مين؟ يبقى في القران، لانه هو الايه؟ هو المهم. وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، لان الاهواء عايزين يعملوا هم ايه؟ عايزين يوسعوا عشان يبقوا لهم السلطه. مش يقول لك يشتروها بايات الله ثمنا قليلا؟ طب ما دام بيشتروا بايات الله ثمنا قليلا هيشتري ازاي؟ يعمل مع من مين؟ ما هو اللي في مصلحتهم الحكم يعني. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. الله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أم قال لك افرض إن في التوراة اللي ما خرفوهاش حكم، والإسلام جه ليبدل هذا الحكم، تبقى تتبع إيه؟ تتبع القرآن لأنه هو المهيمن، إما أن يعدل وإما أن يغير. ليه؟ أم قال لك لأن مناهج الأديان أشياء ثابتة لا تغيير فيها، وهذا مما ما يتصل بالعقائد، ما يتصل. واما ما يتصل بالاحكام التي تحكم افعال الانسان فالله سبحانه وتعالى يصنع حكما لقوم يلائمهم ثم يغير الحكم الى قوم اخرين يلائمهم ذلك الايه؟ ذلك الحكم. ولذلك هناك حتى سيدنا عيسى قال ايه؟ ولأحل لكم بعض الذي، يبقى كان في الدين اليهودي محرم، وبعدين انا هاجي اعمل ايه؟ احلله. يبقى ده كان مناسب التحريم، وهنا يناسب ايه؟ التحليل. ليه؟ لان التحريم انما كان للتأديب. كان التحريم لمين؟ للتأديب. فبظلم من الذين قالوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. مش كده؟ وبكذا 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 وبكذا. اذا فقد يكون تحريم الشيء لا للضرر الناشئ منه، ولكن للتأديب، لأنك أحللت نفسك ما حرم فحرمك الله مما أحللت. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة هي الطريق للماء، والمنهج هو الطريق في اليسر.
ومقومات حياة الإنسان المادية مية والغذاء اللي بيطلع من الأرض. فكذلك الحق سبحانه وتعالى عمل في معنى القيم الاثنين بتاع الشرعة وإيه ومنهاج الاثنين. لكن ما دام جعل شرعة لكل منا ومنهاج يبقى ما معنى قول الحق شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا؟ ما دام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا يبقى ما فيش شرع ولا منهج ولا متفقين. نقول له ذلك في ايه؟ في اصول العقائد التي لا تختلف ابدا باختلاف الايه؟ باختلاف الازمان. ولذلك حينما تشاهد بدء الاسلام جاء ليؤصل العقيدة أولا بلا أوادة. وحدانية الله لا شريك له، صفات الكمال المطلق فيه، عدم تعدد آلهة، كل ده لا أوادة فيها. لكن في بقية الأحكام الفعلية عملها مراحل وبقى يخفف شوية يخفف شوية يخفف شوية. إذن فالمراحل إنما جاءت في مين؟ في الأحكام الفعلية. إنما العقائد ابدا هي مش هوادة على. يبقى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اللي هي في ايه؟ في العقائد. وما دام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا، لما يوصي نوح بافعال تتعلق بالبشر في زمنه وهو نفسه اللي بيعمل لنا افعال تتعلق بزمننا، يبقى برضه هي ولا مش هي؟ ان المهم وحدة ايه؟ وحدة المصدر المشرع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لجعلكم أمة واحدة، تبقى الأحكام حتى الفعلية يفعل ولا تفعل ديا واحدة. إنما ده ما يناسبش إيه؟ ما يناسبش الزمن، ولا يناسبش الانعزالية اللي كانت في الوجود. إن دول عندهم كده، دول بيطفقوا الكيك، ودول بيعملوا بيه الأصنام، ودول بيعملوا قنوط، ودول بيقفوا، كل واحد له إيه؟ كل واحد له ده. يقوم يجيب حكم في أمة ما فيش فيها الداء، يبقى لازم يجيب الأحكام مناسبة لإيه؟ يبقى لازم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. قال لك إزاي بقى؟ قال لك لأنه لو جعلنا أمة واحدة افعل ولا تفعل لألف الناس عادة، وحين يألف الناس العمليات عادة يبقى حرموا لذة التكليف والإيمان بالتكليف. يبقى لازم يعمل ايه؟ يقول لك دي بلاش ودي بلاش ودي بلاش ودي اعمل ودي ما تعملش. ليه؟ قال عشان يبلغه. لانه احنا قلنا مثلا في السوق الحق سبحانه وتعالى مزح لنا الاكل والشرب والعمليه الجنسيه وبتاع وكذا، اما قال لك ايه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان تاتي للشيء الرقيق اللي انت بتعمله كل يوم ده ويقول لك بكره او رمضان تمتنع عنه. الله ليه؟ ام قال لك لانك لما تيجي مثلا في الاشياء المحرم عليك في كل زمان يمكن لا يخطر على بالك ما دمت مؤمنا. واحد ما يخطرش على باله انه يشرب خمر ولا تيجي في باله، واحد ما يخطرش على باله انه ياكل خنزير مش كده ولا تيجي في باله. ويقول لك لا ده ما عندوش حرارة الانصياع للتكليف، فانا عايز حاجة كانت حلال النهاردة والصبح اقول له لا بلاش. الله، علشان ايه؟ يشوفني انا بأطيع ولا ما أطيعش. وإلا فالمسائل اللي تيجي رتابة كده أول ولا حد يفكر فيها. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وما دام المسألة ابتلاء، والابتلاء مش مذموم في ذاته، الابتلاء مذموم في نهايته، لأن الابتلاء الاختبار والفتنة برضو الاختبار. فتنة الاختبار عشان كانت أصلها بالذهب، نسكنه على النار كده علشان نشوف الزيوف فيه مين الجيد من السليم يعني مين الصحيح. الله، إذا الابتلاء والفتنة مش مذمومة في ذاتها، إنما متذم أنت إذا كانت النتيجة سلبية. ليبلوكم فيما يختبركم وقد ننجح ولا لا. ونسال الله دائما اننا ايه؟ اذا ما يعيش البلاء كله وحش، الابتلاء مش وحش كله، ولا الفتنه كلها ايه؟ ولا الفتنه كلها وحش.
ليبلوكم فيما آتاكم، وما دام ليبلوكم فيما آتاكم يبقى يجب أن تكونوا بقى إيه؟ حكماء، أن تستبقوا إلى الخير، فاستبقوا الخيرات. ليه؟ علشان تنجحوا في إيه؟ في الابتلاء. ولما تنجحوا في الابتلاء يعطيكم النجاح أكثر مما خسرتم من عدم الانصياع. يبقى إذن البلاء اللي ربنا عمله لنا قد يكون في مصلحتنا، لأنه يعطينا إيه؟ يعطينا نجاح أي أخلد، ونجاح أقعد في النجاح، لأن قصارى ما يزينه الشيطان للناس أو ما تزينه نفوسهم للناس من شهوات أن تمر الشهوات العابرة في الدنيا العابرة، وبعد ذلك ماذا يكون؟ يجي العذاب المقيم. يبقى لما تيجي تعملها صفقة تبقى خسرانة ولا مش خسرانة؟ يبقى خسرانة. تستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما دام هنختلف وإلى الله مرجعنا، يبقى ناس هيثابوا وناس هيايه؟ يبقى ده إغراء لصاحب الحسنة أن يزيد فيها، وترهيب لصاحب السيئة أن يمتنع عنها. فإياكم أن تفهموا أن الله حرمكم شهوات الدنيا لأنه يرغبكم، ولكنه حرمكم شهوات الدنيا المفسدة في زمن محدود، ليعطيكم شهوات الآخرة المصلحة في زمن غير محدود. يبقى هو ده الخير ولا مش الخير؟ يبقى الخير. إلى الله مرجعكم جميعا، أي الإيه؟ الملتزم والمنحرف، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وما دام فيه اختلاف يبقى ايه؟ واحد ناحية خير وواحد ناحية شر. لو ان الله قال لنا هتاخد خير ويسكت عن الشر برضه كانت حاجة يعني. لا، لازم يجيب لنا الشيء والايه؟ والمقابل بتاعه. وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. الله. طب ما هو قايل برضه ان انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك، مش كده؟ طب وبرضه قايل ايه؟ ما تتبعش هو محكم به. اما قال لك لا، هو بين له العله في انزال الكتاب وجعله مهيمن. انا منزله علشان كده، وما دام انا منزله علشان كده باشر مهمه التنفيذ، فاحكم بالفعل بينهم بما انزل الله. يبقى الله سبحانه وتعالى قال انا انزلت اليك الكتاب مصدقا لما بين يديك ومهيمنا عليه فاحكم. دي ارادته في عمل المنهج. فاذا نزل المنهج لك كده تبقى تعمل ايه بقى؟ نفس ذلك واحكم بينهم بقى ايه؟ وزاد على ذلك بقوله واحذرهم. ما هو لا تتبع اهواءهم موجوده في الايه الاولانيه اللي زاد ايه عندنا هنا؟ واحذرهم ان يفتنوا عن بعض ما انزل اليك. احذرهم. ما معنى الحذر؟ الحذر هو احتياط الحذر لمن يريد ان يوقع به ضررا في سي نفع. يعني يعمل لك انه بيعمل لك ايه؟ انه بيعمل لك خير، لكن هو في باطنه ايه؟ فاذا الاحتياط انك انت لما يجي واحد يعمل شر ما تطيحوش، لكن ان زوق لك الشر وعمله انه بده يعمل خير يبقى اذا عايز ايه بقى؟ عايز حذر. يبقى الحذر احتياط الحذر من مين؟ من خصمه، حتى لا يدخل عليه ضارا في صورة نافع. لا يدخل عليه ضار في صورة ايه؟ في صورة ايه؟ نافع. يقول لك انا اعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا، ويقعد يزين لك الايه؟ الموضوع في صورة ايه؟ يبقى الحذر بقى عايز ايه؟ عايز عقل مركب. عايز عقل ايه؟ مركب. ولذلك مثلا كانوا يضربوا الحذر في الغراب. انه ايه؟ حذر الارض. فبيعلمك بيقول له اسمع، اذا شفت الفلاح ولا الراجل وطى على الارض هيجيب لك طوبه يسقولك بها. فساعة ما تشوفه يوطى كده اقطع. فالغراب الصغير قال له طب افرض انه شايلها في جيبه. يبقى حذر بفطرته ولا لا؟ حذر بفطرته.
فالحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الامر الضار يتبع بالعقل البدائي، انما الحذر عايز ايه؟ ان الصورة النفعية اللي تجيلك تجيلك بضر، زي ما بنشوف مثلا في كثير من المظاهر الاشياء يقول لك انا حديك مثلا ال 120 في الفوائد مثلا هو صورة ايه؟ صورة نافع، انما في باطن ايه؟ لان يقول هتزود ويمحق الله الربا وتنتهي المسألة. يبقى انت عملت لي نافع في ايه؟ صورة نافع، انما هو في ايه؟ في ضر. يبقى يطلب الحق من رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون حذرا، واذا كان الله قد طلب من المعصوم ان يكون حذرا يبقى الاتباع يعملوا ايه؟ ما يزعلوش بقى لما يقول لهم احذروا انتم. ليه؟ لان سيدكم انا بقول له احذر. يبقى المساله ما فيهاش ايه؟ يبقى احذرهم ان ايه؟ ان يفقدوا، واحذرهم ان يقتلوا، لان الصور اللي دخلوا بها ايه؟ قالوا دخل لنا السياده في قمر، واذا حكمت لصالحنا هنتبعك، واذا اتبعناك هيتبعونا ايه؟ يبقى ده صوره نافع ولا لا؟ صوره نافع. ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اذا كان بيحذرهم على الفتنه على البعض، يعني يبقى الكل طبعا من باب ايه؟ من باب اول. عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا ما تأدبوش بمواقفك دي، وعلمك ان الحق هو الذي يحرسك في ان لا تنصاع لشبهات باطل. اما تقولوش اعلم بقى ان ربنا عايز ايه؟ عايزهم يوغلوا في الكفر ويوغلوا في الابتعاد عن منهجك. ليه؟ عشان يصيبهم ببعض ايه؟ ببعض ذنوبهم. فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم، مش يصيبهم كده اصابه كده يعني ظلما، لا، بايه؟ ببعض ذنوبه، ببعض ايه؟ ذنوبه. وان كثيرا من الناس لفاسقون، وان كثيرا من الناس اللي هو يعني بيتكلم بصدادهم هم اليهود، مش كده؟ وان كثيرا من الناس لفاسقون، يعني خارجون عن طاعه كتبه. لأن طاعة كتبهم لو أنهم اتبعوها لقال لهم آمنوا بالرسول النبي الأمي اللي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإيه؟ والإنجيل، وتعرفونه كما عرفتكم لأبنائكم، يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبنائكم. فما دام عملوا الحكاية دي فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بإيه؟ ببعض ذنوبهم. وان كثيرا اهدي بضعف مكسان يخاطب اليهود ولا يجيبش الكليه او السور الكلي ويجيب البعض، وان كان كثيرا فاعلم ان ذلك اسلوب صيانه الاحتمال. ليه؟ ام قال لك لان فيه بعضهم، ما هو الكثير يقابل ايه؟ قليل، يبقى فيه كثير منهم فاسقين، والقليل مش فاسقين لانهم بيديروا فكره الايمان بك وقد حصل بالفعل ولا لا؟ وقد حصل بالفعل. فلو انه جاب السور كلي يقول لك كلهم فاسقين، ماذا يكون موقف الذين يفكرون في ان يؤمنوا بمحمد؟ يقول لك ده مش منور، ده ايه؟ طب ده احنا عمالين يعني نفلس وهنروح يعني. انما اللي بيقول كثيرا يقول يا سلام، ده منور وربنا مطلع على ان فيه ناس بتعمل ايه؟ بتفكر على انها تهتدي الى منهج الايه؟ الى منهج الحق. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لماذا يريدون ان يلووا احكام الله ليحققوا لنفسهم سلطة زمنية وشيئا تافها من الاسماء التي يتقاضونها؟ ليه بيعملوا كده؟ ليه؟ ام قال لك افحكم الجاهلية يبغون؟ حكم الجاهلية، ما معنى الجاهلية؟ الجاهلية دي نسبة إلى إيه؟ جاهل. لو للجاهل يقول جاهلية، إنما بيقول جاهلية عادي. طب وجهل يعني إيه؟ الجاهل إحنا قلنا في تقسيم النسب قديما إن في الألفاظ التي نتكلم بها كل لفظ له معنى، بس ساعة ما تسمع اللفظ يجي المعنى بذهنك، إنما المعنى اللي يجي في ذهنك يجي معنى إفرادي،
يعني افرض انا سمعت كلمة جبل، ما الذي يأتي في ذهنك؟ صورة الجبل، انما ما هو الجبل؟ ما حكمتش عليه بالحكم. يبقى اذا في معنى للنقص تعرف مدلوله ايه؟ تعرف مدلوله؟ تقول مثلا ايه القاهرة؟ تيجي المدلول بتاعها اللي هي الجمال القاهرة. لما تيجي تقول مكتظات بالسكان مثلا كثافتها مش عارف ايه مرابطها متعبه تجيب حكم بقى. يبقى فيه فرق بين اللفظ حين يؤدي معنى مفردا ملوش حكم، ملوش ايه الحكم. ولذلك ساعه ما تلاقيش مفيش حكم تلاقي العقل ما يقبلوش. ولذلك الرجل اللي كان بيقدر يقول اشهد ان محمدا، خدوا بالكم اهو، اشهد ان محمدا رسول الله، تلاقي محمدا رسول الله. تبقى رسول الله صفه لمين؟ صفه لمحمد. فاكرين الخبر بيعمل ايه؟ ام قال له يصنع ماذا؟ يبقى الكلام ما جاش، الكلام ما ايه؟ انما لم يقول اشهد ان محمدا حكم عليه بانه رسول الله. انما ساعه ما راح اجاب اللفه الفاتحه عرفنا ان محمد رسول الله صفه لمين؟ صفه لمحمد. يبقى الخبر لسه ما جاش ولا لا؟ ام قال له يصنع ماذا؟ فعلم انه ايه؟ انه لحن. علم انه ايه؟ انه لحن. يبقى اذا كل لفظ له معنى. هذا المعنى يجيك معنى مفرد. انما ما تعرفش النسبه له ايه؟ ماذا؟ اما تيجي تقول للواحد ايه؟ محمد. وهو عارف محمد، تقول له ماله؟ ما هو انت بس استحضرت الصورة بتاعت محمد بس، انما ماله؟ يقول لك زارني امبارح، كملة الفايدة. يبقى لما كملة الفايدة يبقى اسمها نسبة، اسمها ايه؟ يبقى كل لفظ من الألفاظ المفردة له معنى حين يطلق الغرض، الذهن ينشغل، يتطور. عارف. فإذا ما جاء الحكم يبقى فيه نسبة. فيه ايه؟ نسبة. النسبة دي واقعة وانت ما تعرفش. ايوه انا معتقد انها كده واعتقادي صح بانها واقعة. طب تقدر تدلل عليه؟ قال لك ايوه ادلل عليه. لما تيجي تقول الارض، بتتصور انت الارض دي ولا لا؟ ملء الارض كروية بقت فيها نسبة ولا مش فيها نسبة؟ خلاص انت معتقد كده؟ يقول لك ايوه انا معتقد كده والواقع انها كده والواقع انها كده. طب هات الدليل. ان جبت الدليل بقى علم بقى. ان جبت الدليل يبقى ايه؟ يبقى ما هو العلم بقى؟ نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل. ادي العلم. ده اسمه ايه؟ علم. طب وان كانت واقعة ومعتقدة بس انا ما اقدرش ادلل عليه. لأن صغير، الولد اللي أبوه علمه الله أحد لم يلد ولم يولد، واللي قال له الأستاذ هذا، يقول ده مقلد بقى، بيقلد اللي يثق فيه. ما يقدرش يدلل إنما إيه؟ يبقى المرحلة الثانية اللي بعد العلم إيه؟ التقليد. طب وإذا كنت معتقد إنها حصلت والواقع مش كده؟ أهو ده الجهل بقى. أهو ده الإيه؟ يبقى الجهل مش إنك ما تعرفش. ده كانت تبقى سهلة أوي. إنما الجهل أنك أنت تعرف قضية مناقضة للواقع. الأم هو اللي ما يعرفش. إنما الجاهل يعرف قضية بس مخالفة للواقع ومشبثة في إيه؟ في مخه، هي مخالفة لأدي الجاهل. تعال يبقى أفحكم الجاهلية يبغون؟ الأشياء اللي هم معتقدين إنها صح وهي إيه؟ غلط. لو ما كانوش معتقدين حاجه كانت بقى سهله كنا نعلمهم الحاجه. ولذلك الام يكتفي بان تقول له القضيه. انما الجاهل تعمل ايه؟ لك معه عملان، انك تشيل منه القضيه كده وتحط له الايه؟ اللي بيتعب الدنيا الاميين ولا الجهل؟ الجهل. اللي بيعتقد في قضايا انها ايه؟ وهي ايه؟ وهي مش حقيقه ولا باطله. طيب فاذا كانت النسبه مش واقعة ولا معتقدة. أم قال لك أمال يعني شاكك فيه؟ إن كان الاثنين قد بعض النفي دي الإثبات يبقى ده اسمه إيه؟ شك. خلاص؟ طب وإن كان واحد رايح يبقى ظن.
وان كان واحد مربوح يبقى واحد. يبقى لما تكون النسب كده تطلع كده نسبة واقعة معتقدة وعليها دليل. خلاص؟ طب فإن لم تستطع أن تأتي بالدليل يبقى نسبة واقعة ومعتقدة. يبقى تقليد. طيب نسبة أنت معتقدها وليست واقعة. يبقى ده جهل. طب نسبة ما أنتش عارف هي واقعة ولا مش واقعة. وإن كانت واحدة راجعة تبقى ظن، والمرجوحة تبقى إيه؟ تبقى واقعة. يبقى أصعب قضية عندنا إيه؟ قضية الجهل. قضية اللي بيسعب الدنيا كلها مين؟ الجهل. في الجهل لأن عندهم قضايا بيعتقدوا إنها صح وهي إيه؟ وهي غلط. بيقول إذا كانوا لا يرتضون حكم الله يبقى عايزين إيه هما؟ حكم الجاهلية؟ طب ده الجاهلية هم نفسهم كانوا بيسفهوه. نقوم نقول له هم بيسفهوها لما كانت الجاهلية قدام إيه؟ يهودية. إنما ما دام فيه الإسلام الغول بتاع اللي هياكل في كل ناس راحوا متكفلين كلهم ضد الإسلام. أفحكم الجاهلية يا ابني؟ ويجيب المقابل بقى، ومن المقابل لحكم الجاهلية بقى ايه؟ ومن أحسن من الله حكمه. ما قالش غير الجاهلية يعني المسلمين. ليه؟ لجواز أن يكون من المسلمين من ينحرف، فرد الأمر إلى ما لا يتغير أبدا وهو حكم الله. يبقى المقابل لحكم الجاهلية ايه؟ مش حكم المسلمين، إنما حكم مين؟ لجواز أن يجيء مسلم، ما بنشوفش مسلم يعمل؟ حين يأتي مسلم ويعمل ويعمل الإسلام؟ لا، لأنك ساعة تجد أن حكم الله في كتابه يجرم فعلا، ما دام بيجرم فعل ويعمل له عقوبة يبقى معناها إنه يحصل. لما يجي يقول للمؤمنين والسارق والسارقة بقطعوا أيديهما، يبقى يصح إنه يسرق ولا ما يسرقش؟ يبقى ما نقولش بقى إسراء حكم المسلمين ولا حكم الجاهلين، نقول حكم مين؟ حكم صاحب المنهج بتاع المسلمين. حكم صاحب المنهج. أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله حكما؟ هنا استفهام. قضية الاستفهام دي معنى استفهام يعني طلب المتكلم الفهم من المخاطب. استفهم يعني ايه؟ طلب المتكلم من المخاطب ان يفهمه. هذه معنى ايه؟ استفهام. والاستفهام ده نقل صورة الشيء في الذهن، مش حقيقة الشيء بقى، نقل صورة الشيء في الذهن. طيب ساعة ما يطلب المتكلم من المخاطب انه يفهمه، نقول هل كان المتكلم لا يعلم الحكم؟ وصحيح طالب، نقول له ايوه صح. يبقى ده استفهام حقيقي. استفهام لما تيجي تقول للواحد كده شايف اوضه الجلوس بتاعته فيها ضوء، وبعدين نزحت عليه قلت له من عندك؟ انت بتستفهم عن اللي ايه؟ عن اللحظه. تبقى انت بتستفهم حقيقه استفهام ولا لا؟ ويقول لك فلان كلام عنها. طب فإذا كان الذي يتكلم ويستفهم لا تخفى عليه خافية. بقى ربنا يقول لنا من أحسن من الله حكما؟ عايزنا احنا نجاوب؟ قال لك شوف العظمة، عظمة الأداء. لأنك أنت لما يجي واحد ينكر أنك عملت فيه خير تقول له من الذي ذهب وأخرجك من الحجز وأعطى لك الكفالة؟ أنت ما أنتش عايز تستعمل لأنك أنت اللي عملت كده، إنما أنت مش عايز تقول له أنا عملت كده وأنا خبر منك، أنت عايز تقول له أنا مستأمنك قول مين اللي عمل لك الحكاية. يبقى لا تقول ذلك إلا وأنت واثق أنه لن يجد جوابا إلا أنت اللي عملته. فكأن ربنا بيقول أنا أقدر أقول الله أحسن حكم، انما كلام من مين ده؟ كلام الله. صحيح انا مؤمن واقول صح، انما ربنا اخرجه كده. قال انا استأمنتكم على الجواب
وبدي اقول لكم من احسن من الله حكما عشان نتجه لنجاوب فندير اذهاننا في كل شيء على غير الله فلا نجد واحدا له حكم احسن من حكم الله نقول له انت يا رب بس بقت باقرار مش باخبار بقت بايه باقرار مش بايه مش باخبار افحكم الجاهليه يا انا عايزك تجاوبوا خلوهم يجاوبوا فكان الحق واثق انهم حين يديرون رؤوسهم في الجواب فلن يجدوا الا ان يقولوا لا يا رب انت احسن ايه حكمك وما دام يجي هم اللي يقولوه يبقى اقرار منهم وليس اخبارا من مين وان كان اخبار الله على انه رد كل عند المؤمن به عند مين عند المؤمن به ومن احسن من الله حكما لقوم ايه يوقنون قوم يوقنون يعني دخلوا في مرحلة الايه اليقين واحنا قلنا ان مراحل اليقين بتتفاوت لما يجي يخبرك واحد صادق بقضية فتعلمها انت يقول لك ايه انا رحت نيويورك ونيويورك دي على 7 جزر ولا على مش عارف كام ويقعد يحكي لك تاخد منه القضية لانه صادق ايه يبقى اداك اسمه يقين يقين بس يقين علمي علمي يعني ايه يعني اخبار منه وانت نظر لانك بتصدقه صدق وبعدين يجي في مرة كده ياخدك في رحلة كده وانت في الطيارة وانت رايح مثلا بلد بعيدة وبصيت كده قال لك اهي نيويورك اهي شوف جزر ازاي كتيرة ومش عارف ايه وناطحات سحاب الله يبقى بعد ما كان علم بقى عين بقى ايه انما يقين برضه ولا لا اسمه ايه علم يقين وعين يقين وبعدين هم راجعين قلت له والله ده بلد كويس وما تيجي ننزل فنزلت بقى فيها ومشيت في مش عارف ايه ونزلت ايه ورحت شارع ايه ورحت مش عارف الامباير يبقى ده اسمه ايه حق يقين بقى فيبقى مراحل اليقين كام علم يقين اذا اخبرك علمي عين اذا ولا حتى اذا دخلت وانغمست انا قلنا زمان حتى انك مثلا سافرت الى بلد اندونيسيا وبعدين قلت ايه انا شفت في اندونيسيا صابع راس طوله نص متر وانت انسان صادق وانت انسان ايه يبقى نقلت لهم صورة علمية بقى عندهم علم ايه علم يقين وبعدين دخلت الأوضة كده وفتحت الشنطة وطلعت الصابع الموز اللي نص متر كده ما هو بقى ايه دلوقتي؟ شايفينه وبعدين جبت سكينة قشرت الموز وقعدت بقى اتقطع منه كده وسبت كل واحد حتة وقعد ياكلها ومش عارف ده اسمه ايه؟ حق اليقين خلاص كده؟ الحق سبحانه وتعالى لما عرض لنا الصورة دي قال دي مراحل مراحل علم مراحل ايه؟ علم مراحل ايه؟ حق هنا اليقين حين يطلقه الله يبقى يشمل الذي علم ويشمل الذي عاين ويشمل اللي في ايه اللي تحقق خلاص فاهل الادلة علموا علم اليقين واهل المرائي والمشاهدات عين اليقين خلاص واهل الفيوضات والتجحيات وصلوا لحق الايه اليقين المؤمنين بالله يقول لك والله العظيم انا بمجرد علم اليقين ما انا عايز حق اليقين وانا هكذب وانا هكذب ولذلك سيدنا الامام علي قال ايه قال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا لو انكشف عني الحجاب ما ازددت ايه يقينا ربنا سبحانه وتعالى ادينا الصورة دي في ايه في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لو سمعت كلامي يبقى علم يقين وبعدين لترون الجحيم ده بالعلم انا بقول لكم انتوا هتشوفوا الجحيم يبقى ده يجب ناخدها علم يقين ثم لترونها عين اليقين تشوفوها وانتم مرين عليها في الصراط
من لطف الله بقى انه ما جابلناش حق اليقين. ليه؟ لاننا هنشوفها واحنا كده وان منكم الا واردها. يبقى ادانا صورة ايه؟ علم اليقين لا ترونها. وبعدين قال لا ترونها عين اليقين. لكن في حق اليقين جاب ايه؟ فلا اقسم في صورة ثانية. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم انه لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون سلام الله معاه فهذا وعد انتم بدون وتجعلون الصح وانكم ايه تكذبون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. مش الحرارة او النار. ان هذا لهو حق اليقين. لا علم يقين ولا علم ايه. واما ان كان من المكذبين الضالين ايه فنزل. النزل هو ما اعد للقادم زي الفندق. فنزل من ايه؟ من حميم. وتصلية ايه؟ ان هذا هذا حق اليقين بقى. احنا قلنا هناك حق ايه؟ نخبركم فتعلمون علم اليقين. فمن امن بالما انتهى. والنبي يقول هيشوفها وتبقى عين الايه؟ وبعدين اللي والعياذ بالله يدخلها ويصطلي بيه يبقى ده حق الايه؟ حق اليقين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أولا الخطاب للذين آمنوا والمنهي عنه أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء. ما معنى الولي؟ ولي يعني إيه؟ الولي هو الناصر وهو المعين. مأخوذ من الذي يليني. يعني اللي ايه؟ على طول. ويطلق الولي على من يدبر امر الناس. مش كده؟ زي ما نقول ايه؟ بيده عقدة النكاح. مش بنسميه الولي؟ بيده عقدة ايه؟ النكاح. طيب وولي المقصود. هو اللي بيتتبع الدية وبيتتبع القصاص مش كده ولا لا؟ اذا فالولي دي من معانيها. دي من معانيها. يبقى المراد انكم يا من امنتم لاحظوا جدا انكم جئتم لتخرجوا ضلالات من البشر. هذه الضلالات تمثلت في ديانات كان اصلها الهدى ولكنها حرفت وغيرت فصارت الى ضلال. فاياكم ان تضعوا ايديكم في ايديهم لطلب المعونة والنصرة. اذا لا تتخذوا اليهود والنصارى او يا حكم تكليف. حيثيته ايه؟ ليه؟ يقول لنا كده لانك امنت بالله. وما دام امنت بالله كل من تخدع انت في ايمانه بمخالفة لمنهج ربك لا يصح ان يكون مؤتمنا على نصرتك. ليه؟ لانه اذا لم يكن امينا على ما معك ايعينك على ان تكون امينا على ما معك؟ مش ممكن. ده هو مش امين على ايه؟ على اللي معاه. يبقى يعينك على ان تكون امين على ما معك؟ مش ممكن ابدا. والولاية نصرة. والنصرة انفعال الناصر لمساعدة المنصور. وهل تجد في انفعال لك ينصرك ويعينك فيه ام انه ان تظاهر بانه ينصرك فاعلم انه ايه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الله. اذا كنت في المنافقين بيقول لو انهم خرجوا وياخوا كده هي ايه هيهفتوكم ويعملوا بينكم ايه فتنه. يبقى اذا الموالاه والنصره والمعونه لابد ان تكون من متحد في الغايه العليا. وما دام مختلفين في الغايه العليا اللي هي الايمان يبقى لا يصح ابدا ان يكونوا ايه مامونين.
الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ بعضهم اولياء بعض. الله. طب ده في ايات كتير. وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يبقى كم قسم؟ يهود ونصارى ولا يعلمون، اللي هم كفار قريش، ما عندهمش كتب ولا عندهم اي حاجه. فقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مثل قول من بقى؟ مثل قول اللي سبقوا، اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. يبقى برضو الذين لا يعلمون قالوا ايه؟ اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليه؟ لان اللي قالوه اثنين. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست. يبقى القضيتين الاثنين دول مين اللي قالهم؟ الذين لا يعلمون. تبقى المساله مع كانت خلاف مش كده ولا لا؟ الذين لا يعلمون قالوا ليست اليهود ليست على شيء، وليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. والله تبقى ايه؟ وقول الله في ايات اخرى فاغرينا بينهم العداوه. فكيف يقول في هذه الايات ما يقوله ثم يقول بعضهم اولياء بعض؟ دي عايزه بقى وقفه كده، وقفه ايمان. تقول له ايوه، لان الذين يخالفون منهج الحق يصح يكون بينهم وبين بعض السلطات الزمنيه بتختلف، خلاص؟ لكن لما يلاقوا بقى غول هيبلعهم كلهم يعملوا ايه؟ اتفقوا واتكتفوا. ولذلك هو ما تجده الان يبقى معسكر الشر في عادي معسكر الغرب، لكن حينما يجيء شيء يمس الاسلام تجدهم اتفقوا مع بعض. ليه؟ لان الاسلام خطر على دول وخطر على مين؟ اذا فهم حينما يكونون ضد الاسلام يبقى بعضهم اولياء ايه؟ اولياء بعض. ولما يبقوا فيما بينهم يبقى فيه اغرينا بينهم الايه؟ العداوة والايه؟ والبغضاء. بعضهم اولياء ومن يتولهم منكم. اللي يعملهم نصراء ومعينين يبقى معناها ايه بقى؟ انه لازم يبقى منكم بقى. ويبقى لازم منافق بقى. يبقى معنا بلسانه ومعهم بقلبه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإحنا قلنا الظلم معناه نقض حق به إلى غير صاحبه. مش كده؟ أول الظلم في نقل الحق اللي هو الشرك، الظلم الإيه؟ الظلم الإيه؟ العظيم. نقول الحق سبحانه وتعالى حينما يقول إن الشرك لظلم عظيم. نقول له أيوه. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تظلم واحد وتاخد منه حاجة عشان تنتفع بيها. انت تقدر تظلم ربنا؟ تبقى بس خدت انت العقوبة ولا خدتش منه حاجة؟ خدت العقوبة ولا خدتش منه ايه؟ تبقى ظلم خايبين. يا اخي اللي ظلم واحد وخد منه حاجة يبقى انتفع بها. طب انت حصلت ايه؟ اشركت مع ربنا. طب خدت ايه؟ خدت الخسارة. خدت الايه؟ خدت الخسارة. يبقى انت عملت في نفسك فصل ولا لا؟ يبقى ادي الخير. يبقى الظلم حينما يحقق لك نفعا يبقى ده ظلم هين شويه. انما الظلم العظيم انك انت تظلم وتدي الحاجه لغير الله وهي لله ولا انت واخد حاجه. اذا كنت بتتابع على منهج الله في الاشياء، طب تعالى ما كنت شاطر كده زي ما قلنا وتابع على قدريات الله غير الاختيارات فيك. انت مش ربنا بيقول لك اعمل الشيء الفلاني ما بتعملوش؟ امن ما بتامنش؟ مش كده؟ صلي ما بتصليش؟ طيب ما انت اذا متعمد ان تتأدى على اوامر الله. طب ما يجي كده لما تمرض تتأدى كده وتقول لا مانيش عيان. مش انت متعود؟ ما تحضرش بقى. يبقى ظلم خايب ولا مش خايب؟ يبقى ظلم خايب. والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه؟ أم قال لك لأنك معنى تهدي أي تدل على الطريق الموصل للغاية. هداه يعني إيه؟ دله على الطريق الموصل للغاية. طيب واللي ما آمنش بالله ده يدله إزاي بقى؟ إحنا قلنا زي عسكري المرور. عسكري مين؟
المرور لما مشي كده وبعدين سالته قلت له بس كده واحد اسكندريه فين؟ قال لك والله من هنا. والله قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ومش عارف ايه، انا ده لو كنتش كده كنت تحت ومشيت هنا ولا هنا يوم ينبسط منك لانك انت ايه؟ يقول لك والله ما دام انت راجل طيب كده بس قدام 3 كيلو كده في عقبه لان السكه فيها تصريح انا هركب وياك انفذك من هنا. يبقى بعد ما كان بيدنه اعاند. كذلك الحق اللي يامن بيه يعينه بقى على الهدايه. واللي ما يامنش بيه يقول له انتعب بقى وهشبعك بلاش. لو واحد قال للعسكري والله ما انت عارف بقى لا السكه من هنا يقول له طيب اخويا يسيبه ينهبك في الضلال بقى وخطيه ولا اقول له الى اخره. كذلك ان الله لا يعمل قوما ايه؟ لا يتغنى الله على خلقه فلا يهديه. لا، لانهم ظلموا فلم يؤمنوا. ظلموا وما دام ظلموا فلم يؤمنوا يعينهم مش ممكن. فترى الذين في قلوبهم مرض. اهي دي بقى نتيجه ان هو ما بيديش القوم الايه؟ الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ما هو الكلام عن ان نتخذ اليهود والنصارى اولياء. اللي في قلبه ايمان وقلبه سليم سمع النصيحه. سمع ايه؟ النصيحه. واللي في قلبه مرض اعمل ايه؟ يروح يتولاهم. مش بيتولاهم بعقل بس، ده يسارعون فيه. احنا كنا قلنا زمان كلمة يسارعون معنى المسارعة يعني ايه؟ تقليل الزمن في قطع المسافات للغاية. هذا اسمها ايه؟ سارع. يعني ان كانت الحكاية دي تاخد بالمشي العادي ربع ساعة، انا عايزك تسارع وتاخدها في 5 ايه؟ ده طيب على الاول فيه يسارع الى كذا وفيه يسارع في كذا وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سارعوا الى ايه؟ الغاء ايه؟ مغفرة من الله تسارعوا اليها. لكن لما اقول لك سارع في كذا فكأنك من الاصل في كذا. يسارعون فيهم يسارع الله كأنه هم كانوا لهم من الاول. مش كانوا شويهم وبعدين بيسارعوا لهم، لا، ده المسارعه في ظرفيتهم برضه من قبل ما تقول لهم كانوا ايه؟ كانوا معاهم. ويبقى يسارعون يعني يتخففون علي، مش كده؟ يقولون ايه؟ العله بتاعتهم فين؟ العله العامه ان في قلوبهم مرض. والمرض جعلهم يبتكرون وينفقون اسبابا. الاسباب دي اللي هم بيقولوها نخشى ان تصيبنا ايه؟ باكر. دول احنا بنوليهم علشان خايفين لا تدور الدوائر وتجينا مصيبه نحتاج لهم وهم اصحاب الاموال، ولا نحتاج لهم لانهم عندهم السلاح، ولا نحتاج لهم ايه؟ ودي اللي قالها مين؟ ابن ابي. ابن مين؟ ابن ابي. لا يكون موالية وانا ما اقدرش عنه لانني رجل اخشى الدوائر. الدوائر الامر يدور هكذا اللي هي الاحداث والمصائب. اذا سئلت الدوائر يبقى الاحداث والايه؟ والمصائب. طيب ومنها انك تقول ده دول الايام ايه؟ دول. بس كلمة دول دي انتقاليات قد لا يكون فيها ضرر، انما دوائر اللي يبقى لازم ايه؟ يبقى فيها ضرر. لكن مثلا ابن الصامت قال انا حافظ ولايه الله وولايه رسوله والمؤمنين وحافظ ولايه مين؟ ولايه اليهود والايه؟ والنصارى. هو قال لا في قلبه مرض فقال لا انا اخشى ان تصيبنا ايه؟ ان تصيبنا ذلك فعسى الله ان ياتي بالفتح. كلمه فتح ساعه ما تسمعها افهم ان اول ما تزولتها ايه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. يعني احكم. يعني ايه؟ احكم. عسى الله ان ياتي بالفتح. بالحكم.
اللي يوضح حدس منين للمسألة بتاعت اليهود والنصارى والذين لا ايه لا يعلمون. طيب يأتي الله بالفتح او امر من عنده، طب ما هو كله من فتح، في فتح وفي امر من ايه؟ قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى يصاحب المؤمنين به، والمؤمن به له اعمال تؤدي كاسباب الى مسببات، وقد ياتي لهم باشياء بدون مقدمات منهم، ياتي لهم باشياء بدون ايه؟ مقدمات منهم، دي فضل اذا ان ياتيها عسى الله ان ياتيها بالفتح باسباب انتم تصنعونها وتعدوا وتقاتلوا وتقاتلوا وتهزموهم وتعملوا مش عارف ايه، او امر من عنده بانني استاصلهم من غير مجهود منكم، ولذلك تخفيها ثانيه فما اوجبتم عليهم من خير ولا ايه؟ ولا ركاب، ما اطاء الله على ايه؟ انا اركبتها فيه. طيب بنو النضير عملوا ايه؟ مش اجلوا؟ الله بنو قريش عملوا ايه؟ مش خدنا زراريهم وخدنا نسلهم؟ هو ده فتح من عند مين؟ او امر من عندي. اما الفتح الاولاني فيبقى لقى فيه سبب. فكأن الحق سبحانه وتعالى يعامل المؤمنين معاملتين، المعامله الاولى ان يصنعوا مقدمات تنتهي الى ايه؟ نتائج. بس بإذنهم. خلاص؟ قاتلوهم يعذبهم الله ايه؟ او بايه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل فيهم قتالكم سبب. لكن امر من عنده يجي روح نصركم كده بالرعب. ولا تحملوا اي حاجه، او امر من عنده. احنا بقى كنا قلنا زمان ساعة ما تسمع عسى ولا لعل اسمها عسى. وما معنى الرجاء؟ الرجاء ان المتكلم يرجو ان يقع ما دخلت عليه عسى. عسى ان تكرم زيد. من الذي قالها؟ واحد يقول لك عسى ان تكرم زيد، يعني انت ترجو ان ايه؟ انك انت تكرم زيد. لكن انا مش في ايدي تكرم. انت اللي في ايدك ايه؟ تكرم. فاذا قلت عسى الله ان يكرم زيد، يبقى نقلتها من بشر، يبقى القران هنا بشر. ويتكلم عن بشر. عسى ان تكرم زيد. ولكن ان قلت عسى الله ان يكرم زيدا، يبقى اللي بيتكلم مين؟ اللي بيرجو مين؟ والمرجو الله. يبقى قدرته اوسع من اللي زيه ولا لا؟ يبقى دخلنا في الايه؟ في الرجاء. طب فاذا كان الذي يتكلم هو الله، يبقى هيرجو من مين؟ ده هو اللي بيقول الله. يبقى اسماع من كريم، يبقى لابد ان يتحقق. يبقى عرفنا مراحل الرجاء. رجاء بشر من بشر لبشر. خلاص؟ ادي واحد. رجاء بشر من اله لبشر. رجاء اله من اله لبشر. ما دام رجاء اله بشر هو اللي يكذب. مش كده؟ هو اللي ايه؟ هو اللي فعصى الله ان ياتي بالفتح او امر بالامر، وتحقق في واقع الامر ذلك او لم يتحقق. فعصى الله ان ياتي بالفتح او امر بالامر. طيب ساعه يقولون نخشى ان تصيبنا الدوائر، واحنا محتفظين بيهم عشان تبقى ولاية ونصرة، وبعدين ربنا يديكم انتوا الفتح بعملكم او يجيب امر من عنده كده كده تفضل من عنده. يبقى هم موقفهم ايه دلوقتي؟ الموقف بتاعهم على ما اسروا في انفسهم ايه؟ نادمين. يعني يقولوا يا ريتنا ما قلنا الايه؟ ما قلنا الكلام ده. وكلمة رسول على ما اسروا في انفسهم يدل على ان قوله نخشى ان تصيبنا دائره بعض ما كان في نفوسهم. نخشى ان تصيبنا دائره، احنا قلنا ايه؟ ان احنا قلنا ان في قلوبهم مرض
خلعوا على المرء هذا الكلام، فكأن اللي عندهم اللي أسروا في نفسهم كراهية هذا الشيء وكراهية هذا المنهج، ولا يحبون أن يستعلي في الأرض هذا المنهج على المناهج التانية. إذن الحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن القول الذي نشأ منهم نخشى أن تصيبنا دائرة لم يكن هو السبب المباشر، وإنما السبب المرض في قلوبهم، والمرض في قلوبهم اللي هو إيه؟ لا يحبون أن ينتصر منهج الإسلام. ليه يحبون أن ينتصر منهج الإسلام؟ لأنهم عايشين على إيه؟ على ثروات المخالفة للدين، فيوم الإسلام يحصل ثروة إلى إيه؟ انتهت الحكايه. فمن الاول قبل ما يجي الاسلام المدينه ايه كانوا بيعملوا؟ كل الاوس والخزرج والبتاع بياخدوا منهم فلوس من الرزق. يشتروا سلاح عشان اي غيره ولا اي حاجه بياخدوا منهم. يقعدوا عندهم لانهم فاهمين انهم علماء عن الكتاب. اذا القيادات كلها مليئه. فلما يجي الاسلام كل ده الاسلام. يبقى ده المرض جاي من ايه؟ جاي من هنا، انه سلبهم سلطاتهم الزمنيه. وسلطتهم الزمنية دي هي اللي خلتهم يحرقوا منه. فإذا كانوا دخلوا مع الله في تحريف كتبه أفلا يدخلون معكم في عداوة ويلبسون عليكم بأنهم يعينون وهم يقتلون؟ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم إيه؟ فيسمعوا فيه القرآن والقرآن يقرأ ويتعبد بتلاوته وينقل في المساجد وهم يسمعونه ويصبحوا على ايه؟ لان ما دام يقول فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده يتساعد تكلم بالآية لم يكن هناك فتح ولم يكن هناك امر. وبعد ذلك فيصبحوا على ما نسعوا في انفسهم يقولون ربنا كتب اللي في نفوسهم ولا لا؟ زي ما يقول ويقولون في انفسهم. طب يا سيدي ما دام قالوا في نفسهم امال مين اللي سمعه؟ ربنا اللي سمعه؟ ها؟ أمال إيه؟ يقوم لما يقولوا بالله لو ما كانوش قالوا كانوا يقولوا إيه؟ كانوا يقولوا إيه؟ ده الراجل ده بيقول الكلام ده، نحن لا قلنا ولا أي حاجة. هل سمع منهم أحد قال إننا ما قلناش؟ يبقوا انقفشوا ولا ما انقفشوش؟ بيقولوا في نفوسهم؟ طب دول في نفوسهم أكنهم لو تفطنوا بقى واللي قالوا في نفوسهم ربنا قال ده يقولون في نفوسهم وجاب مقول القول. فكان الحصول إنهم يعملوا إيه؟ انهم يقولوا احنا الحكام منوره خالص ومش مالناش ايه عيش في المساله دي ويبادروا الى الايه؟ الى الايمان في الفضل الكتاب. فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ليه؟ لانهم دلوقتي فهموا من نفس الايه قبل ان ياتي فتح او امر من الله انهم سيفضحون. فندموا على ايه؟ يندموا على ايه؟ على ان اللي كانوا بيبيتوه ويعملوا ايه؟ مكشوف مفضوح. ويقول الذين امنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم. شوف المؤمنين بقى يقولوا ايه؟ ساعة ما يصبحهم على ما اصروا في انفسهم نازمين وهو الى اخر العملية دي. طب هم اصبحوا نازمين. اما قال لك ما هو الندم؟ الندم انكسار القلب في الحاضر على تصرف سابق. انكسار النفس ايه؟ في الحاضر على تصرف ايه؟ يعني عمل الواحد عنده وبعدين اثرها السيئه ابتدت ايه؟ تقول يا ريت ما كنت ايه؟ يا ريت ما كنت احسن. يبقى ايه؟ انكسار نفس ايه؟ حاضر دلوقتي على تصرف ايه؟ على تصرف سابق. طيب وانكسار النفس ده أم قال لك ناضح على بشرات الوجه. ناضح على ايه؟ على بشرة الوجه. يقوم ساعة ما ينضح على بشرة الوجه وتشوف بقى لما يجيبكم فتحة كده تلتفت تلاقيهم مكبوتين. ومكبوتين كبت اسمه كبت القصر. اللي ما يقدرش يلون نفسه ما يقدرش يلون نفسه انه يبقى انه يعمل انه فرحان. ما يقدرش عليها دي ابدا. مش ايه قال ايه؟ قسري. يعني الحاح بنيه. وما دام الحاح بنيه يقوموا المؤمنين يروحوا فاطنين للحكايه دي. يقول لك هم دول اللي كانوا بيقول ايه؟ يقسمون بالله جهد ايمانهم انهم لايه؟ طب ما دام بيقولوا انهم لمعهم مش كانوا عايزهم يفرحوا؟ مش كانت تبقى اسرهم متهلله؟
مش كده ولا لا؟ مش كان يبدو عليهم كده النشاط والمش عارف ايه؟ لا ده مكبوتين وايه؟ ومكبوتين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم، اي في قولهم انهم لمعكم. واحنا قلنا حبطت الحبط اللي هو الانتفاء اللي كان يسبب ايه؟ الناس تفتكر انها ايه؟ سمنه، وبعدين تبتدي تلاقيها انتفاء وايه؟ ويموتها. حبطت اعمالهم فاصبحوا ايه؟ خاسرين. ما معنى الخساره؟ مش الخساره ان راس المال يقل؟ هم كانوا عمالين يعملوا كده عشان يبقوا ويانا يداروا ويانا. يبقى ما سلمش لهم هذا الامر ولا لا؟ وانكشفوا ولا ما انكشفوش؟ انكشفوا. يا ايها الذين امنوا نداء اخر. واحنا قلنا ان كل نداء يا ايها الذين امنوا قد يجيء بعدها حكم من الاحكام. او بشارة من البشارات. او وعد. او وعيد للمخالف. كل دي تيجي بعد ايه؟ واللي بيجي فيه شبه اشكال مش اشكال ان يجي يقول لا ايها الذين امنوا ويكون اللي بعدها امر بالايمان بس. يا ايها الذين امنوا ايه؟ امنوا بس. يقول لك الله طب دي نبيهم بانهم يا ايها الذين ايه؟ امنوا. يوم يجي يطلب منهم انهم يدعوا نبيهم بانهم ايه؟ اقول لك يا قائم قم. يا قائم قم. نقول كده يعني يا قائم قم. يقول له ادعو. مش كده ولا لا؟ او يجيب حكم ثاني يا قائم تعالى. او يا قائم انصرف الى فلان مثلا. انما يقول يا ايها الذين امنوا ويناديهم بانهم مؤمنين ثم يقول امنوا. يقول لك ما هو الايمان؟ الايمان استقرار عقيده في القلب. استقرار عقيده في القلب لا تطفو للسيف وتناقشها من جديد. يسمىها عقيده. يعني ايه؟ معقوده. خلاص. فالحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب مؤمنا ويطلب منه ان يؤمن يعني يقول له انت امنت قبل ان اناديك وبسر الايمان ناديتك فحافظ على هذا الايمان دائما. يبقى جدد دائما ايمانك لانني ناديتك بوصف الايمان فيك الذي يعرفك. ولذلك ستقول يا ايها الذين امنوا امنوا اي داوموا على ايمانكم لتكن كل لحظة من لحظات حياتكم المقبلة في ايمان مستصحب قبل ان اتكلم معكم بوصف الايمان. انتم امنتم اولا فما بينكم فحافظوا على هذا وخليكم ايه؟ مؤمنين. طب وليه كده؟ ام قال لك لان في امنوا ثم ايه؟ ثم كفروا. فكأنه بيقول لا انتوا تعملوا تاني ما دام امنتم برضه ايه؟ تاني.